تسعى منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2020 أنه يكون نسبة المتبرعين بالدم من عدد السكان 100%. والأردن طبعا بصفته يعني دولة من دول هالعالم، وعنا ببنك الدم الأردني والهيئة العربية لخدمات نقل الدم مهتمين جدا في الموضوع. رح نحكي هلأ مع الدكتور كريم يرفاس. الدكتور كريم يرفاس مدير مديرية بنك الدم الأردني، أهلا وسهلا، ورئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم. أهلا وسهلا دكتور كريم، يعطيك ألف عافية. هلأ امبارح احتفل العالم باليوم العالمي للمتبرع بالدم اللي هو 14 حزيران من كل عام. هلأ يعني بيحتفلوا بالمتبرع بالدم، يعني شو سبب هذا الاحتفال؟ طبعا أولا شكرا على أنكم دعيتوني على قناة رؤية بهذه المناسبة، حتى لأنه في عندنا في المشكلة في الوطن العربي إجمالا إنه ما في وعي وتوعية لعملية التبرع بالدم، ما فيها من فوائد سواء للمتبرع أو للمجتمع. طبعا من عام 2004 قررت منظمة الصحة العالمية الاحتفال بالمتبرع لأنه هو رأس مالنا، يعني إذا لم يكن هناك تبرع فلن يكون هناك بنوك دم. من 2004 في 14 حزيران كانت اختيار 14 حزيران لأنه عيد ميلاد لاينشتاينر اللي هو أول مكتشف للفصائل الدموية بال 1902، وحتى نكرم هؤلاء الأشخاص لما لها من أهمية والتأكيد على أنه هذا المتبرع هو أساس العمل وأساس في إنقاذ حياة مرضى كثيرين في حاجة إلى دم. يعني لا يمكن أنه تقوم أي عملية جراحية إلا بوجود دم احتياطي إلها. وأيضا في عندنا مشاكل حوادث السير والأشياء الأخرى تحتاج إلى دم، مش دم بس لوحده، الدم والمكونات، لأنه الدم زي ما بنحكي بعدين إنه يقسم إلى مكونات. فعشان هيك أكدوا على أهمية الاحتفال وإظهار أهمية التبرع بالدم للمجتمع. هلأ تسعى منظمة الصحة العالمية الـ WHO أنه بحلول 2020 أنه يصير نسبة المتبرعين 100%. هلأ نحن بالأردن نعتبر من الدول المتقدمة بالتبرع بالدم واللي هي نسبة 3.4%. هلأ ليه عم بسعوا لهالنسبة العالية؟ أول شيء هو عدد المتبرعين لعدد السكان. يعني طبعا التقدم العلمي ما لا يمكن يخلي الإنسان يستغني عن الدم ومكوناته، ونتيجة لظهور الأمراض الكثيرة ونشوها زي أمراض الأورام. وعندنا مثلا في الأردن مرضى التلاسيميا بياخذوا من وزارة الصحة 20,000 وحدة دم سنويا. بالإضافة إلى أمراض الدم اللي عم تتقدم، 20,000 وحدة سنويا مرضى التلاسيميا. في عندك مرضى أمراض الدم كلياتهم من بيحتاجوا إلى دم، وفي عندك مرضى الكلى هذول في حاجة إلى دم. ففي صار عندنا زيادة في الصرف، فإذا لم يكن عندنا تبرع موازي للصرف يصير عندنا مشكلة في أي مكان في العالم، وخاصة في الأردن عندنا. والأردن عندنا زي ما أنت عارف في عندنا موضوع السياحة العلاجية. أيوة. هذا موضوع مهم جدا، لأنه عندك في الأردن إلها سمعة ممتازة في العمليات الجراحية والتدخل الطبي، ومن ناحية وأيضا لثقة الوطن العربي في خدمات نقل الدم في الأردن. عشان هيك عم بزيد عدد السياحة العلاجية، طبعا لازم أرافقها زيادة أيضا في التبرع بالدم. وعندك المشاكل الحاصلة في المنطقة اللي هو instability in the area، عدم يخلي الناس برضو يجب أن يكون عندنا احتياط استراتيجي من الدم لحاجة إله. يعني فعشان هيك منظمة الصحة العالمية حكت أنه في بعض الدول الأفريقية عم بموتوا المرضى لعدم وجود كفاية دم إلهم، خاصة المرضى. المشكلة في العالم الثالث أنه زينا، يعني العالم الدول النامية نحكي، أنه عندك نسبة الوفيات نتيجة لعدم إعطاء الدم بعد العمليات النزيف أثناء وبعد الولادة كبيرة. بينما في العالم المتقدم عندهم مشكلة أنه في حاجة أيضا لزيادة نقل الدم، لأنه عندك عمليات القلب المفتوح وزرع الكلى وزرع الكبد، هي تحتاج إلى كميات كبيرة
هذا ما كان موجود قبل 20-30 سنة. يعني فعشان هيك في حاجة إلى زيادة في الدم والمتبرعين. يعني مع تقدم العلم بصير في حاجة للدم أكثر وأكثر. طبعًا. يعني أول ما عمليات القلب كانت يعني مش أصبحت يعني بحكي أنا في الأردن يمكن لا يقل عن 10 عمليات أوبن هارت عمليات قلب مفتوح موجودة في طبعًا. مستشفياتنا. فهذا بحتاج إلى دم. بس هلأ بالأردن ما عندنا هاي الحالة. لا 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 بحكي أنا عالمياً. ما عالمياً بالدول النامية. الأردن. بس بالأردن يعتبر من الدول المتقدمة بهذا المجال. طيب هلأ ليش دائما بدوروا على المتبرع الطوعي؟ يعني بدهم يرفعوا أنه المتبرع الطوعي واللي مش بيجي بحالات إيش بيقولوا الإمرجنسي أنه أهل المتبرع الفزعات نحكيها الفزعات حبيتها هاي بالضبط. ما بدنا متبرع دم فزعة. شو بيفرق يعني ليه هيك من التوجه؟ أولا المتبرع بالدم الطوعي بكون جاي يتبرع لهدف إله او لفائده المرضى وما بخبي علينا في الـ في الـ في الـ في عندنا طبعا أوكي. قبل التبرع عندنا 16 سؤال يجب ان يسال للمتبرع وممكن يستحي جاي مع هالناس بده يتبرع وتسالي سؤال يحرج ويحكي انه مش موجود عنده ولا يستطيع هنالك اي فحص في الدنيا اكتشاف الفيروس من وقت دخوله هنالك فتره حضانه لهذا الفيروس بيختلف ايش المواد المستخدمه في الكشف على هذا الفيروس. احنا عندنا في الاردن عندنا من احدث واحدث الفحوصات التي تجرى في المنطقه العربيه وعشان مع هذا لم يمكن لا سمح الله يصير عندنا مشكله فيها. ثانيا المتبرع الطوعي بيجي هو حابب مش مكروه يعني انت لما تعملي شيء مش حابيته ما بترجع تعمليه. فلما حلو. تيجي انت كطوعي بتتبرع وبتجدي الفوائد سواء لك او للمجتمع بتتكرر عندك بصير نوع من المحبه لما نشرح له احنا ليش انت لا بتتبرع في الدم قديش بتفيد وشو فيها فائده لك وللمجتمع فعشان هيك بعدين هذا المتبرع الطوعي بيجينا اول مره وبتكرر فمعناته انا اصبحت في حالات اي شيء هذا كانه احتياطي موجود عندي بينما اللي بيجي اول مره هو انا مشكله مزبوط فهي من الأسباب. أوكي. وهلأ عم بتقولوا دائما إنه اللي بتبرع بالدم يعني هو بيفيد 4 كل متبرع راح يفيد 4 أشخاص. على الأقل. كيف هاي؟ على الأقل. على الأقل. أوكي. كيف؟ طبعا إحنا الدم عبارة عن بنأخذ منه الدم والمكونات الموجودة فيه يعني في السائل الأصفر اللي هي البلازما والخلايا الحمراء فإحنا بنفصل الخلايا الحمراء عن البلازما فالخلايا الحمراء بتروح لمن يحتاجه والبلازما بنأخذ منها الصفائح الدموية وبنأخذ منها العامل الثامن اللي هو المرضى الهيموفيلا اللي هو المرض الناعور اللي بسموه طبعا هذا بحكي بس هذا على إذن فإحنا 4 أوكي. ولكن ممكن هذه الوحدة تروح أكثر لواحد يعني طفل خداج أيوة ما بيحتاج وحدة بيحتاج فعلى الأقل 4 أشخاص بفيد طبعا هلأ هذا الكلام عالميا أصبح قليل يعني هلأ أصبحت في شيء بسموها صناعة البلازما يعني بأخذوا الدم وبأخذوا من البلازما بيصنعوا منها لا يقل عن 40 منتج أصبح الصناعة أوكي. فهي كل جزء من البلازما يفيد في مرض معين يعني نحكي مثلا مرضى الناعور اللي هو موجود عندنا بالأردن الهيموفيليا بيحتاجوا إلى العامل الثامن بينما المرضى اللي عندهم نقص في الصفائح بياخذوا صفائح فكل مريض بيحتاج ايش بيحتاج اللي عنده فقر دم نعطيه دم خلايا حمراء مركزه طب كيف بيعود بالفائده عن المتبرع نفسه يعني كثير بيقولوا انه صحي الواحد يتبرع بدمه خلينا نحكي من ناحيه صحيه او طبيه انه كيف بيعود بالفائده عن المتبرع طبعا قبل ما المتبرع يتبرع يجب ان يقوم نعمله فحص لقوه الدم ولا الفصيله ثم بنساله 16 سؤال ثم اذا احتاج الى في عنا أطباء في مديرية بنك الدم إذا احتاج إلى استشارة طبية بروح على الطبيب وبيشرح له هذا الوضع إذن هي فرصة للفحوصات يعني فحوصات هذا ما قبل التبرع طبعا ما بعد التبرع اللي هو إحنا بنعمل فحوصات التي هي تنتقل عن طريق الدم اللي هي 5 فحوصات إحنا كمديرية بنعملها ونتأكد من خلوه من هذه الأمراض زي التهاب الكبد باء والسفلس وما شابه ذلك بالإضافة عندنا مشكلة في خاصة عند المدخنين وخاصة الأراجيل إنه هؤلاء بدخنوا دخان والأراجيل هاي بترفع قوة الدم أنت كل ما تتبرعي في الدم بتنزل اللزوجة بتصير أقل فبساعد على قلة الإصابة بالجلطات وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى أنه بنعش النخاع وبصير ينتج خلايا حمراء وبحش بنشاط كأنه لاعب رياضة ومتعب بصير عنده في التبرع في الدم فهاي بيستفيد منها قبل التبرع
كلياتها. وما بعد التبرع حكيناها اللي هي يصير الانشاط بالاضافه تفضلي تفضل بالاضافه الى عندنا موضوع وهو موضوع مهم جدا هو التكافل الاجتماعي. أيوة. وهذا مهم جدا انه انا كمواطن حسيت اديت واجب من ناحيه المجتمع واخواني اللي ما بعرفهم على الاقل انقذت حياه 4 اشخاص من في حاجه كانوا الى دم او مكوناته، وهذا مهم جدا. بالاضافه الى انه التبرع بالدم هو عباره عن صدقه جاريه، فبيكسب الانسان فيها صدقه كمان، وهو رب العالمين بعطيها ومن احياها فكان معنا حيا ناس جميعا. نعم. فهي فيها فائده، فهي كلها فوائد تعود على المتبرع سواء هو نفسه ولا حاله هذا غير المجتمع. يعني هلا انتم دائما بسعي دائم لايجاد هدول المتبرعين الطوعيين اللي انت بدك شخص يلتزم، هلا كل قد ايه بيقدر الشخص يتبرع بدمه؟ طبعا بالنسبه في بيختلف بين الذكور الى الاناث. الذكور طبعا منظمه الصحه العالميه بتقول انه كل 3 اشهر يتبرع بالدم للذكر، وللانثى كل 4 اشهر لنواحي فسيولوجيه طبعا. ممكن يتبرع يعني مرتين في السنه كافي كمان، ما كمان. فيش عندنا اي مشكله لانه ما في عندنا حاليا اي مشكله بالتبرع بالدم حتى نحافظ على سلامه المتبرع. فممكن يتبرع الذكر كل 3 مرات والانثى يعني 3 مرات. يعني 3 مرات بالسنه، 3 4 مرات بالسنه للذكر، الانثى 3 مرات او مرتين. اها على اساس يحافظ عليها برضه كانسانه. هلا اللي بده يتبرع بالدم عاده وين بده يروح؟ هلا في عندنا في طبعا في 41 بنك دم موجودين في المملكه الاردنيه الهاشميه، منها 29 بنك تابع لوزاره الصحه والاخرى للخدمات الطبيه 7 والجامعات الاردنيه ومركز الحسين والمستشفى الاسلامي. هؤلاء ممكن يتبرع فيهم في اي وقت طبعا. يذهب لهم في مستشفى في المستشفيات الحكوميه كلها في بنوك دم، كل المستشفيات الحكوميه مثلا البشير لا البشير احنا لا. احنا مديريه جنب البشير بس أوكي. احنا بنزود البشير يعني كمديريه جنب البشير. كل مستشفى كبير فيه بنك دم في وزارة الصحة، هم 29 بنك دم تابعين لوزارة الصحة، فممكن يروح على أي واحد منهم في وزارة الصحة أو من 7 بنوك اللي موجودة في الخدمات الطبية أو الجامعة الأردنية والملك المؤسس يعني ممكن يتصل مع المستشفيات ويقول لهم مثلا وين أقرب مثلا بنك دم إني أتبرع له، لأنه يمكن الواحد ما بيعرفش الموقع. لا في عندنا احنا بالنسبة للمديرية عندنا بنكين الواقع مش بنك واحد، واحد في المديرية اللي هو في الأشرفية والآخر اللي هو في غرب عمان الدوار الثالث اللي هو بيخدم حوالي 30 مستشفى قطاع خاص. اسمه بنك الدم؟ بنك مديرية بنك الدم فرع بنك دم غرب عمان هذا بيخدم القطاع الخاص، لأنه لا يوجد عندنا في الأردن بنوك دم خاصة. احنا ما عندنا يعني ما القانون ممنوع يكون عندنا القانون بنوك دم خاصة. ومنظمة الصحة العالمية ترفض هذا الكلام لأنه لما تكون عملية بنك دم خاص معناته أصبح كنوع من الشراء. وهذا بتستعملوه بلاقوه زي كأنه شراء أعضاء. طبعا يعتبر كشراء أعضاء طبعا محرم قانونيا وشرعا. أوكي. فعشان هيك فهذول ممكن يجي لهم في أي وقت بنوك الدم الموجودة في الأردن. هلأ شو عاملين حملات مثلا امبارح كان يوم العالمي للمتبرع بالدم، شو كان في حملات؟ هلأ أنتوا بتسعوا أنه يكون دائما مستمر المتبرع يكون دائما مترددين نفسهم، ولكن بسبب أنه قلة هدول شو عم تعملوا حملات؟ احنا كمديرة بنك الدم في عندنا 3 سيارات، في سيارة خاصة مجهزة واحدة في إربد وتنتين في المديرية. يعني حاليا وأنا بحكي معك إن حملة تبرع في الدم في إحدى الفنادق الكبيرة في عمان. قبل يومين كنا أيضا في إحدى الفنادق. إحنا معدل 4 حملات على الأقل أسبوعية منقوم فيها إلى أماكن مختلفة في الأردن، تبدأ من العقبة لغاية الرمثة. ويعني ما تركنا أي منطقة، حتى الأزرق رحنا عملنا فيها حملات تبرع بالدم. فإن حملات مبرمجة، والغريب في الأمر إنه أصبح في علينا إقبال انه احنا عم بترجونا نبرمجهم. يعني في صار في نوع من الوعي عند للاسف الوعي عند المؤسسات وليس عند الجمهور. المؤسسات يعني تبعت موظفينها بتحكي لا احنا بنروح عندهم. اوكي. احنا بنروح عليهم بالحملات، عم بيحكوا معنا بدنا حمله هيك هيك بدنا حمله هيك هيك، يعني بنقول لهم بس والله الشهر هذا تبرونا اي يوم. يعني وصلت المرحلة. حلو، بس هذا شيء كثير منيح. بس هذا على مستوى المؤسسات. لانه احنا من زمان عندنا خطه موجوده مع المؤسسات والجامعات. يعني حاليا ما في جامعات، عم نطلع المؤسسات تعرف على فتره الاجازه تاعت الجامعات، ولكن ما في وعي عند المواطن العادي، وهذا اللي احنا بنسعى له. انه يصير هو لحاله يتبرع. يعني هو لحاله يجي على يروح على اي بنك دم، يكون فاضي يروح على اي بنك دم. ولا احنا داخلين على شهر رمضان الكريم برضه عندنا
راح الرصيد ينقص. يقول يا ريت يعني نحن هلا بنوجه دعوه من خلال البرنامج لشبابنا شاباتنا. طب خلينا نعطيهم مثلا اول شيء هلا اذا حدا بده يتوجه عم بسمعنا وحب طبعا انت عم تقول انها هي صدقه جاريه ومساعده الناس حاليا اذا بحبه في عندنا حق شو الفئه العمريه شو يعني عشان ما يقولولوش لما يوصل مبدئيا شو لا لازم يتوفر فيه؟ طبعا في شروط خاصه للمتبرعين بالنسبه للسن وبالنسبه لقوه الدم من 18 الى 65 للذكور ومن 18 الى 55 للاناث. قوه الدم بنفحص اذا كان 13.5 للذكور و12.5 للاناث. حلو. لغايه 18 للذكور والاناث 16. فإلى شروط خاصه. حلو. يعني وما يكون عامل عمليه خلال يعني في طبعا شروط ثانيه انه ما يكونش عامل عمليه اقل سنه، ما يكونش عامل تاتو الوشم هذا المشكله. ليه بنخاف من بنخاف طبعا الوغز هاي الابر ممكن ما بنعرف شو الابر المستخدمه. وانه ما يكونش عنده امراض سابقه وباخذ علاجات، يعني في عندهم امراض مزمنه. وانه ما تناولش اي علاج لغايه قبل 3 ايام. وانه يكون نايم كويس وماكل كويس وجايين بصحه جيده. هلا الفيتامينات بتاثر؟ يعني مرات بتذكر كنا نروح نتبرع مثلا زوجي يقول انت بتاخذ فيتامينات، بقول لهم باخذ مثلا اوميجا 3 مالتي فيتامين، بقولوا له لا ليه؟ لا 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 هذا مفهوم خاطئ. هي لا مقصود لا 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 مسموح اذا كانت الـ 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 في بعض الفيتامينز اللي تؤثر على الدم او على نقل الدم. لما بدي اعطي الدم مثلا افرض انه احنا اعطينا هذا الدم لطفل خداج عمره يوم ووزنه 2 كيلو ونص واحتاج الى تغيير دم، كميه ممكن في بعض الفيتامينز هاي طبعا هون تحتاج الى استشاره الطبيب. ايوه في عشان هيك في اطباء في بنوك الدم الرئيسيه اللي هم واحد في عندنا في الشمال وواحد في الوسط في الزرقاء وواحد بالكرك بالاضافه للمديريه وغرب عمان اطباء موجودين للاستشاره الطبيه. بنلجا انه بيستشيرون نعطي او ما نعطي. انا اذا في واحد باخذ فيتامينز مثلا فيتامين بي 12 باخذ انجكشن وهذا ممنوع من التبرع هلا اصلا. ايوه برافو. هي الاشياء لازم يعرفها ويستشير الطبيب. اما اورال يعني زي اي غذاء يعني هي مسؤوليه انه انت عم تعطي دمك لشخص بتعني له الحياه او الموت. طبعا يعني هي مسؤولية وأمانة كمان بالإضافة لأنها مسؤولية أمانة، هي أنت مؤتمن عليها صح، فلاجب أن يكون عندك القدرة على أنك إقناع الآخر. للأسف في بعض المواطنين بده يتبرعوا بس بصير ما بنفع هيك، ما بنفع. بالعكس أنت عم تأذي يعني بس أنه عم بقتل شخص بتضر الآخرين أنت طبعًا. بقول لك أنا يا أخي شو خذوا هالدم. طب كيف نأخذ الدم؟ ما في له شروط خاصة طبعا، فهي مشكلة كمان واجهها في المديرية. بس هلا كل شيء بده ينفحص قبل وحتى بنفحص بعد. يعني المريض بنفحص قبل، فحوصات الدم بتنعمل قبل شيك المتبرع للمتبرع وبعد ما يخلص طبعا تمشي الفحوصات. بس كان في نقطه انا لفتت نظري، احنا تقريبا انتهى وقتنا بس حبيت اوقف عندها. عم بتقول انه في بعض الفيروسات، عشان هيك بدي اكد انه على كلامك دكتور، عم بتقول انه هي امانه انت طبعا مؤتمن عليها وعم تعطي دمك لشخص انت المسؤول عنه. مثلا عم بتقول في فيروسات معينه ما بتبين بالفحص، مثلا اذا الشخص عنده ايدز يمكن، او مثلا اصيب فيه باخر مثلا اسبوع او مثلا يعني في فتره حضانه زي اي فيروسات اللي ما بتبين، مش بتبين معنا بالفحص كلها. حتى في احدث التكنولوجيا الموجوده في العالم اللي هي الفحص الحامض الاميني قصرت الفترة الحضانة مثلا من 6 أسابيع لست أيام، ولكن إذا كانت قبل 6 أيام معناته في احتمالية لأنه الفيروس له عدد معين من الكوبيز بسموها حتى أقدر أكتشفها بأي فحص. حتى بأحدث يعني هاي مشكلة عالمية، فهي أمانة فعشان هيك أنه ما يخبي علينا. يعني أنا بناشد الناس أنه يكونوا أمينين في إعطائنا المعلومة. يعني في أمريكا وفي أوروبا ممكن الواحد يتبرع بالدم وبعد ما يروح البيت يتذكر شغله بخاطب بنك الدم بقول لهم الوحده تبعت اللي تبرعت فيها ارجوك ما تستخدموها. هي هون الامانه، هذا المطلوب احنا من المواطن. لانه ممكن هذا الدم يروح له، يعني كمتبرع انا ممكن اطلع برا هلا ويصير معي حادث واحتاج دم صح ولا لا؟ معلوم. شكرا دكتور كريم يرفاس. ونحن دائما بدورنا بنحب نساعد شو انتم بلزمكم لحتى نزيد الوعي، لانه احنا يعني اهل البلد بهمنا صحه اهلنا كمان. الله يخليك. شكرا لك.